حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال اخبرنا ابو سلمه الخزاعي منصور بن سلمه قال اخبرنا ابن بلال يعني سليمان عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس انه توضا فغسل وجهه اخذ غرفه من ماء فمضمض بها واستنشق ثم اخذ غرفه من ماء فجعل بها هكذا أضافها إلى يده الأخرى فغسل بهما وجهه، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى، ثم مسح برأسه، ثم أخذ غرفة من ماء فرشّ على رجله اليمنى حتى غسلها، ثم أخذ غرفة أخرى فغسل بها رجله يعني اليسرى، ثم قال: هكذا رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضا